Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du faquluhu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يؤتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمئ وسمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتمى فأعظم به من إقد تألقت كواكبه الدرية
وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم وسلم واسطته المتقى. نسب تحسب العلا بحلا قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهي وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.